معاصي أو ذنوب يرتكبها المؤمن فتثبط عنده خلق الصبر؟ هو كل المعاصي إنما هي ضد الصبر، لأن الإنسان لو صبر ما عصى، لو أنه صبر. الآن تجد كثير من الناس ما يصبر، يعني مثلا بعض الناس يريد الحكم، يريد الجاه، فلا يبالي بأن يحمل السلاح ويسفك دماء إخوانه المسلمين، بل لا يبالي أن يضع يده في يد عدو الله. تجد بعض الناس يريد أن يتصدر للفتية والتدريس قبل أن يتأهل، أو يتزبب قبل أن يتحصرم كما قيل. تجد بعض الناس أيضا يريد المال، فلا يصبر بأن يناله من طريق مشروع وإن كان طويلا، لكنه يصل إليه من طريق حرام. كل هذه المعاصي سببها أنهم ما صبروا. ما صبروا. القائل على الله بغير علم ما صبر، والذي يريد أن يصل إلى الحكم بسفك الدماء وانتهاك الحرمات ما صبر، والذي يريد المال من طريق حرام ما صبر. فالمعصية في الأساس تنافي الصبر.